البداية بيوم الجمعة بواحدة من الأمداح الجميلة، والأشواق في الأيام دي بتكون حاضرة من الذين يأتون من حج بيت الله الحرام، والفرح لسه ممتد، والصلاة على سيدنا النبي، والناس بتكون مستنيام، والمادحين والخرفان والونسة والضحك، والليلة دي الجو بكرة ونمشي وأحكوا لينا وعملت شنو والحج كان كيف ودعيتوا لينا ولا لا، وأي زول جاي من الحج أول سؤال دعيت لي ولا لا. صحيح. إن شاء الله الدعوات كلها مقبولة وحج مبرور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. والشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن خالد الصحافة هي مبتدانا لحلقة اليوم. الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن، يا سبحان ويا مدعان ويا ديان ياسين صفوة الرحمن، إلهي عفوك والغفران أختم لنا بالإيمان ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. تنسرت في الزهر ياسين صفوة الرحمن، من مرقات إلى مرقات شاف الذات بعين ذات ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. تبى العارفين فردا أحد يا غريب ياسين صفوة الرحمن، قبل النجوى يا سامعين في حرقة رمح يدين ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. صمد الرسل والنبيان بردات منه الأكوان ياسين صفوة الرحمن، متواصل دوم حزنان في وسع الشهود حيران ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. نشأت كريم ممدوح بالحلم ورحيم ياسين صفوة الرحمن، عدوك تباشر بالترسيم تجعله ولي وحميم ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. خبر العلي والجنون ياسين صفوة الرحمن، الثعبان نطق بشهود من زمن الخليل موعود ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. البرد من داره سرجات في الفؤاد ناره ياسين صفوة الرحمن، وبغر الرجال ساره للغال الرسول زاره ياسين صفوة الرحمن، الشوق لعظيم الشان ياسين صفوة الرحمن. مدحا ك
كالدرر ونفيس يا أسين صفوة الرحمن في الحال ما عليك تسيس أصلح كون لذات جليس يا أسين صفوة الرحمن الشوق لعظيم الشان يا أسين صفوة الرحمن الصلاة والسلام مشوي ترضيك يا مليح الزين يا سين صفوة الرحمن تصلح حالي وتمحى البين وتغفر ليلي يقدح فيه يا سين صفوة الرحمن الشوق لعظيم الشان يا سين صفوة الرحمن الصلاة والسلام مشوي. يا سنين صفوة الرحمن.